لقاءات رمضانية يجريها محافظ محافظة عدن عبد العزيز المفلحي يطبع بها علاقته مع المجتمع المحلي، بدأها بإفطار مع عمال النظافة كاختيار موفق لفئة طالما تعرضت للتهميش. كل هؤلاء جنود الأبطال، لكن لكم كل المحبة وكل التقدير وكل الاحترام، وأنا أعتذر إن كان البدر منا أو من أي كان أي شيء يسيء الذوق العام. اللقاء الثاني كان أوسع، وبدت أطياف شتى من المجتمع العدني في هذه القاعة، إنها قوى الحراك الجنوبي والمقاومة في الوقت الذي يشاع عن رفض حراكي لتوليه. تطبيع العلاقة ما بين محافظ عدن والقوى الموجودة في الشارع الجنوبي، وأيضا وخصوصا عدن، ما بين المقاومة الجنوبية والحراك الجنوبي. أبقى يد واحدة ونرفع من هذه البلد ومن عدن خاصة، لأن عدن حزينة بأمانة قد. تحركات المحافظ تجري بكسبه الجولة الخطابية، وتتبقى جولات أصعب للتنمية والخدمات، وهي التي ينتظرها المواطن بفارغ الصبر. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.